وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصول ما لا يقل عن 33 مجزرة خلال شهر نوفمبر، أدت إلى قتل 365 شخصا بينهم 82 طفلا و48 سيدة. وكانت للرقة الحصة الأكبر في المأساة، حيث وقعت 7 مجازر تلتها حماة وحلب ودرعا ب5 مجازر. أما الفصائل المتطرفة فارتكبت مجزرة واحدة، كما ارتكبت مجموعات مسلحة أخرى مجزرة واحدة أيضا. وتسببت تلك المجازر ككل بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقتل ما لا يقل عن 393 شخصا بينهم 93 طفلا و48 سيدة، أي أن 35% وتسعة أعشار من الضحايا نساء وأطفال. من القاهرة معي عبد الكريم الرحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الكريم. لو كان بالإمكان أن نسترجع تفاصيل هذه المجازر في كأي مناطق تحديدا، طبعا نتحدث عامة عن حلب ودرعا وحماة والرقة، طبعا الحصة الأكبر كانت لها، تفاصيل هذه المجازر أين، وماذا أيضا عن المجازر التي تفاصيل المجازر التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة يعني لا يتسع الوقت للحديث عن المجازر الآن في سوريا. يعني أعتقد أن بموجب التعريف الأكثر انتشارا لتعريف المجزرة والتي تعرف بأنها قتل جماعي لمجموعة من 5 أشخاص وأكثر في منطقة محددة وبعملية محدودة، فان يعني تقريبا كل يوم ترتكب القوات الحكوميه 5 مجازر على الاقل بحق المدنيين في سوريا، وذلك منذ بدء الاحتجاجات السلميه في سوريا وحتى اليوم. يعني هناك اكثر من المجازر. طبعا طبعا نحن عم نحكي طبعا بما انه الشبكه السوريه اليوم طلعت تقرير عن شهر نوفمبر، هذه المجازر التي حدثت بشهر نوفمبر ان كان من قبل نظام او من قبل جماعات المتطرفه. تفضل. بالتاكيد يعني طبعا نحن في الرابطه وثقنا اكثر من 225 مجزره تجاوز عدد الضحايا فيها ال50 ضحيه. المجزره الاكبر خلال الاعوام الماضيه كانت بالتاكيد هي مجزره الغوط التي استهدفت المدنيين بالسلاح الكيماوي، ونتج عنها يعني سقوط اكثر من 913 مدنيا بينهم اكثر من 200 طفل. الشهر الماضي ايضا شهد العديد من المجازر في مختلف المناطق. المجزره الاكبر شهدتها مدينه الرقه، 9 غارات استهدفت المدنيين ونتج عنها 225 ضحيه واكثر من 200 جريح. طبعا في ريف حماة ايضا ودرعا مجازر يعني ترتكب بشكل يومي، وفي ريف حمص ايضا وريف النظام لم يتوقف دقيقة واحدة عن استهداف المدنيين. العدد الأكبر من الضحايا ومن المدنيين خلال الفترات السابقة لم يسقط سوى يعني 600 يعني عسكري من الجيش الحر من جباء هذه الغارات على مدى السنة الماضية. إذا العدد الأكبر كان هو من المدنيين. أنا أشكرك من القاهرة عبد الكريم الرحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان على هذه المعلومات.